تمام كده؟ اوكي شكرا ميكي. بص انت استنانا بس نكلمك كمان يومين يعني هنقول لك اذا كان انت نجحت ولا ست. تمام شكرا. اللي بعده يا قلبي بس يا بابا بس. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت انا جاي، انا اسمي عماد معوذ عشان متوتر شويه بس. لا انا جاي اقدم في اختبارات التمثيل اللي انتوا عاملينها. اهلا وسهلا. اوكي هو انت بس دلوقتي اكتب لنا بس بياناتك، دي اول حاجه المفروض تعملها. بجد اكتب بياناتي؟ يعني انا اتقبلت؟ يعني انا نجحت؟ الحمد لله اشكرك يا رب. الحمد لله. ايه ده اتقبلت في ايه؟ اتقبلت في ايه؟ انت ما سمعتش حضرتك، هي دلوقتي بتقول لك اكتب بياناتي اللي هو اسمي وعنواني وكاش، تبعتوا لي الادوار وكده. الحمد لله الحمد لله يا رب. شكرا. نجحت في ايه يا ابني؟ انت لسه عملت حاجه؟ انت ما نجحتش. كسبان عامل ابطال زي هجوم السيما، نمثل بالكواليس بتبان حقيقتنا، اعمل زوم والصوره بكسل، علي ايدك ادي رياكشن، تضحك ايه ده المشهد اكشن، قط يا عم وعيد المشهد، خلي المشهد يطلع حلو، وسط ماكير وديكور واضاءه، والاخراج محتاج لجراءه، هنقول فركش يلا نهيس كله الدار في الكواليس، في الكواليس، في الكواليس، خد البهريس، في الكواليس، خد البهريس، في الكواليس جد وتهيس، في الكواليس جد وتهيس، في الكواليس جدع وخسيس، في الكواليس جدع وخسيس، في الكواليس فرفوش وتعيس، في الكواليس فرفوش وتعيس. انت ما سمعتش حضرتك، هي دلوقتي بتقول لك اكتب بياناتي اللي هو اسمي وعنواني وكاش، تبعتوا لي الادوار وكده. الحمد لله الحمد لله يا رب. شكرا يا رب. الحمد لله. نجحت في ايه يا ابني؟ انت لسه عملت حاجه؟ انت ما نجحتش. ما اتقبلتش؟ على فكره انا كنت متاكد ان انا مش هتقبل. ايوه انا من الاول شاكك ان انا ما عنديش موهبه اصلا، انا فاشل. هو في ايه؟ ايه ده بس انت مش فاشل ولا حاجه، في ايه؟ لا انا فاشل. انا عمال اقول لنفسي وانا جاي ان ممكن اللي عندي ده يبقى اوهام، وان انا ابقى بفكر غلط، بس انا دلوقتي اتاكدت ان انا فاشل. بس بقى بس ايه الفيلم العربي اللي انت عامله ده يا ابني؟ انت لا فاشل ولا بتاع، انت ما سقطتش. مين قالك ان انت سقطت؟ بجد انا ما سقطتش؟ يا انا نجحت. امال انتوا قاعدين من الاول بتتوهوني ليه بس وتضحكوا عليا؟ انا نجحت الحمد لله. باركولي بقى، باركولي عشان نجحت وبقيت فريق التمثيل. انت شارب حاجه يا معلم؟ هو بيقول لي ان انا نجحت. يا ابني انت لا نجحت ولا بتاع، انت لسه عملت حاجه عشان تنجح. بص يا عماد، هو في حاجه اسمها اختبار تمثيل، بعد ما تعمله بقى انا هحدد لك اذا كان انت ناجح ولا زبط. اختبار؟ يبقى انتوا بقى كده مش عايزين تطفشوني. تمام. ده انت اللي عايز تطفشنا. ده انت اللي عايز تطفشنا. مع استروكس انا عارفه. بس انا ما كنتش متوقع خالص عدد الناس اللي جت في الاختبارات بتاعه النهارده دي. هما فعلا كتير يعني، بس على الفاضي، ما احنا قابلنا 2-3 اساسي. على رايك. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك يا استاذ شاهين؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن شويه ميه عشان انا ريقي نشف من كتر الاختبارات؟ بس كده؟ معلش. احلى ميه لاحلى مخرج في الدنيا. حبيبي تسلم يا عم ابراهيم. وادي احلى ميه لاحلى كاتبه في الدنيا دي كلها. ميرسي. استاذنكم اني بقى عشان عندي شويه شغل في المصنع. اتفضل. خدوا راحتكم. بس بقول لك يا منى، تعالي كده نشوف الاسماء اللي عملت معانا الاختبارات دي النهارده. طب انا كنت عايزه اعمل حاجه اشربها يعني. طب ممكن نشوف الاول الاسماء؟ طيب معلش. تعالي لي بقى للاخ ده، عماد. عماد ده عماد. ده غريب جدا. عماد انا واحد فيهم بس. عماد اللي تحسيه كده مش واثق في نفسه. اوكي، هو فعلا غريب جدا. وبعدين ده احنا لو رفضناه ده مش بعيد يجي له عقده باقي حياته. عندك حق، هو اصلا وقت الاختبار كان مهزوز جدا، انا مش فاهمه في ايه. مش عارف نعمل معاه ايه ده. بقول لك ايه، انا عندي فكره. ايه هي؟
بص يا عماد، انا عندي ليك خبرين حلوين. اول واحد انت اتقبلت معانا في الفريق، تاني واحد بقى احنا هنديك دور بطوله وادي السكريبت. بجد بجد انا اتقبلت وهمثل معاكم وهمثل الدور ده بجد واطلع المسرح وكده بجد. انا مبسوطه هبقى واحد من الابطال صح؟ انت ايوه يا عماد. شفت الدنيا؟ انا مش مصدق، انا مش مصدق خالص. لا صدق صدق، هي الدنيا بس كده. بس يعني انا حاسس ان ده ممكن يبقى مقلب. اه مقلب، انتوا بتعملوه فيا عشان تضحكوا الناس عليا وكده. وهو في كاميرات اهي، كاميرات بتلاقي بتصور. يا عمي بعد كاميرات المسرح بقى. يا ابني مقلب ايه؟ مقلب ايه؟ لا في مقلب ولا حاجة. بالراحة بالراحة يا شادي، مش عايزين نخضه، احنا عايزين نصدقناه. بالراحة بالراحة، ما تنساش ان احنا حاولنا نخرجه من الحالة اللي هو فيها. نحاولنا. ما انا ههدى اهو. بص يا عماد يا حبيبي، كل الحكاية ببساطة خالص ان احنا لقينا الشخصية اللي في السكتش الجديد انت تقدر تبقى لايق عليها جدا، فقلنا نديها لك. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ شفت؟ بس مش عارف، انا شاكك ان انا ممكن انجح في الدور ده. هو انت ليه بتقول كده؟ انت ليه بتقول كده؟ انت عارف مين هيضربك؟ ده استاذ شادي اللي هيضربك على الدور بنفسه يا عم. استاذ شادي؟ استاذ شادي بس لا مش هيعرف. لا ايه؟ بتقول ايه؟ ما يعرفش. بس بتقول ايه؟ انت مش شايفني اعلى من الامكانيات الفنيه ازاي؟ بالراحه بالراحه، ما تنساش ان احنا حاولنا نخرجه من الحاله اللي هو فيها. بالراحه. ماشي ماشي. بص يا عماد يا حبيبي، بص يا عماد يا حبيبي، عشان انا بحاول امارس اقصى درجات ضبط النفس. بص دلوقتي يا عماد، انا عايزك تركز معايا كويس. انت لازم تصدق في امكانياتي الفنيه وان انا اقدر اخرج من جواك ها مخزون من الابداع ساكن هنا عمره ما طلع قبل كده. فاهم حاجه؟ اتكلمنا. انا مخزون فيا حاجه وابداع وحاجات ساكنه يا عم. يا عم مش انا يا عم، انا فاضي يا عم. يا ابويا بص يا عماد يا حبيبي، انت بتعمل دور واحد بيشك في كل حاجه حتى نفسه. تمام تمام، الحمد لله يا رب. الحمد لله. اشكرك. والممثل اللي قدامك بيعمل دور توما. عارف توما؟ طبعا. ده توما ده عنده حته مكتبه في وسط البلد، عارف اللي هي بتبيع الكتب القديمه ولا ده بيبيع حبر؟ ايوه ده مجنون يا عمي. قديمه ايه؟ اللي هي ما حدش بيلاقيها خالص. قديمه ايه ومحدش بيلاقيها ايه؟ يا ابني انا ما اقصدش توما ده، انا اقصد توما تلميذ الرب يسوع المعروف بتوما الشكاك. عارفه؟ ايوه يا عم مش تقول كده طبعا، انت فاكرني؟ لا عارف توما. الحمد لله. اهو احنا بقى في السكتش بنتخيل، يعني بنتخيل ان انت من النوع اللي بيشك في كل حاجه ده. زي توما بالظبط كده. بص بقى، احنا نتخيل انت كتبت على الفيسبوك انا بشك في كل حاجه، فمين بقى اللي شاف البوست بتاعك؟ توما، وراح قايل انا هكلمه انبوكس، وفعلا كلمك وقرر ان هو عايز يقابلك. قابلك ليه بقى؟ عشان يفهمك ان اللي بيشك في كل حاجه ده ممكن يخسر حاجات كتير قوي في حياته. يقابلني ازاي؟ هو انتوا مش عارفين ان توما ده في السما دلوقتي وانتوا مش معانا؟ اعتقنا الوجه الله بقى. ما انا بقوله هو فعلا في السما. طب يبقى اقابله ازاي؟ وبعدين فيسبوك ايه ومسج وبوست انتوا مركزين انا بتكلم على توما؟ ما تهدى بقى يا شادي، ما انا بفهمه اهو. اتفضلي اتفضلي اشرحي له، عشان انا بالشكل ده هتنقط. اهو بقى، هي دي بقى فكره السكتشات بتاعتنا. احنا بنتخيل ان مملكه السما كل واحد فيهم عنده اكونت على الفيسبوك. فهمت؟ سهله بالنسبه لك. بس يعني انا هنزل بوست وتوما هيسيب الناس كلها ويجي يرد على البوست بتاعنا ليه يا ابني؟ يا ابني ما هو مش انت عماد اللي بيبعت على الفيسبوك، ولا توما هو اللي بيرد عليك. الشخصيات اللي في السكتش هي اللي بتعمل كده. ما تهدى بقى يا شادي، ما توتروش من صدرك. ما هو الطريقه دي هو اللي هينقذني ويوترني. بقى لكم ايه؟ يلا نبتدي بروفا. يلا انت مش بني ادم. أنا جيت حسب الميعاد المحدد. ميعاد إيه؟ أنت مين؟ أنا توما، تلميذ من تلاميذ الرب يسوع. لا 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 لا، لا خالص. لا إيه؟ مش عارف، حاسك مش توما كده وبتشتغلني. هو أنت كاتبة الكلام ده في الورق؟ لا طبعًا. ستوب!
يا راجل ده انت كائن فضائي مش بني ادم. هو ايه يا عماد يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ هو ايه اللي حاسك مش تومه وهو بتشتغلني؟ فين الكلام ده في الورق؟ يا اخوانا ما نضمن منين برضه ان هو تومه؟ مش انت قايل لي ان انا المفروض طالع في دور واحد شكاك؟ ايوه يا ابني شكاك، بس مش للدرجه دي، مش لدرجه انك تشك في تومه الشكاك كده اوفر. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك يا مارك؟ عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ وحشني يا عم، انت فين؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ كله حلو؟ صحتك ربنا. تمام؟ الحمد لله، نشكر ربنا. يا رب دايما. تشرب ايه؟ اعمل لنا بقى كوبايه شاي بالنعناع من الحلوه بتاعتك دي، بس شيل الفتله عشان لما بيتقل بيبقى طعمه وحش. بس كده؟ ربنا عيني. يخليك يا رب، تسلم لي. انت حبيبي يا ماركو. وانت حبيبي يا عم ابراهيم. عيني غريب. مين اللي بتشك في كل حاجه دي؟ عم ابراهيم. ايه يا عم بوجي؟ ازيك يا مارك؟ ازاي؟ عامل ايه؟ ايه مالك زعبلك طالع؟ ايه اللي حصل؟ يا عم دي حاجة، ده انا تعبت، ده انا اتخنقت بقى بجد. يا عم الصراحة. مين اللي مزعلك بس؟ هبقى اقول لك يا عم ابراهيم. ايه يا بوجي؟ عايز اعمل حاجة سخنة. اعمل له حاجة تانية. ايوه اعمل ليمونة وشاي عشان جايين ورانا. تشرب ايه؟ شاي بقى سم هاري اللي انت تجيبه. يا عم ما تزعلش نفسك بس، تعالى اقعد واحكي لي ايه اللي حصل. فظيعة. احكي لي بس ايه اللي حصل. واحد يا سيدي اسمه عماد جه عمل اختبارات التمثيل. جميل. شادي ومونة قبلوه. طيب. وده طلع ايه بقى؟ بيشك في كل حاجة. بيشك في فابوه في امه، ما بيشك يا حاجة يعني الجن. مفيش حاجة عاجباه. حاجة هيموتني لدرجة إن إحنا لسه جايين من تصوير دلوقتي. تمام. أنا عامل دور توما الشكاك. طيب. أنا اللي بشك في كل حاجة. آه. ده بيشك بقى في توما الشكاك. يا نهار أبيض. أنت متخيل؟ طب بقول لك إيه؟ شادي عامل معايا ده تلاقي شادي فرمه. أنت عارف بقى إن شادي هو أصلاً عصبي في الطبيعة. تخيل لما يقابل واحد زي ده بقى كان هينفجر في وشه. أنا سامع صوته من جوه وقلت يا عم أقعد مع عم إبراهيم أحسن. لا ده حاجة وأنت عارف بقى شادي يتعصب ويطلعهم عليا أنا. معلش. أنا اللي بتيجي فيا الحاجات. معلش يا أبوجي استحملني. أنت عارف الراجل بيشوف كتير برضه، معلش. أنا عارف بس الواد برضه شكاك جامد. معلش يا لا ده راجل ده تعبني. إيه ده بقى شادي؟ ايه ده؟ ايه ازيك يا مون؟ ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه ده ماركو؟ اهلا ازيك يا شادي؟ ازيك يا ماركو؟ ايه يا عم في ايه؟ انا سامع صوتك من جوه، ايه اللي حصل؟ معلش بقى يا عم على الدبكه اللي انت جاي فيها دي. عماد الشكاك تعبك؟ عماد الشكاك انت عارف حاجه يا عم ابراهيم. ايوه ايه اللي حصل بس؟ جاي على طول. ده كان يوم اسود يا عم ماركو. انا بص صعبان عليا جدا جدا ان احنا مشيناه، بس احنا عملنا كل حاجه ينفع تتعامل معايا بصراحه. دي تاني هتقول لي صعبان عليا، تاني هتقول لي صعبان عليا يا عم. انت هتجننيني يا عم. يعني بعد كل اللي عملناه ده ما حصلش حاجه. ايه ده؟ معلش معلش معلش. الحاجه يا عم ابراهيم هيفرقع مننا. جاي يا بوجي. جاي يا رب. بصراحه يعني الشك ده حاجه صعبه قوي. انا عارف يا جماعه، انا عارف. انا مش فاهم، انا مش فاهم يعني مثلا مش فاهم ازاي ربنا ده كان مستحمل توما الشكاك باللي كان بيعمله ده. بصوا يا جماعه، هو مش لازم اي حد بيشك يبقى غلطان. يعني انت عايز تفهمني بقى الناس اللي بتشك دي بقى ناس بتفكر ومحلله والجو ده؟ لا يا منى مش قصدي كده. طبعا احيانا بيبقى الشك دوت زايد جدا لدرجه انه بيوصل لوسواس. في ناس بتشك عشان الشك ودي بتبقى محتاجه احيانا علاج، لكن في ناس تانية بتشك عشان هي عايزه توصل للحقيقه وبتشغل مخها عشان توصل لها. لا انا مش فاهم الفرق، مش واضح. يعني في ناس يا بوجي بتشك زياده قوي وبتشك عشان تشك وخلاص، دي الموضوع بيبقى معاها بوسواس. لكن في ناس بيبقى عندها مشكله فكريه، هو مش مقتنع بحاجه وعايز ادله كفايه تقنعه بيها، وده اعتقد انه شك ما فيهوش حاجه غلط. ماشي يا ماركو، يعني انت دلوقتي عايز تقول ان انا لما اشك في امور ربنا ده كده مش نقص ايمان وخطيه؟ لا يا شادي مش قصدي كده، بس اللي انا عايز اقوله انه في جزء من الايمان اللي هو الايمان العقلي، انك تقتنع بحاجه معينه عقليا، ده احيانا بيبقى مبني على الشك او محتاج اني اشك فيه علشان اقتنع بيه تماما. في شخصيات ما بتقتنعش غير ان هي تشك وتشوف ادله كافيه فتؤمن بالحاجه. يعني ان اشك بقى في امور ربنا ده مش حاجه يعني من عمل الشيطان؟ لا طبعا، والدليل حتى ان ربنا ظهر لتوما علشان يؤكد له ان هو موجود وان هو قام، مع ان توما كان شاكك في الحكايه دي. تسلم ايدك يا عم ابراهيم. الله يخليك يا استاذ شادي. شكرا يا عم ابراهيم. ربنا يخليك. ده عند يا عم ابراهيم كبرت في السن. احنا قلنا عم ابراهيم انا اللي من غير سكر صح؟ لا انت من غير فتلي. ماشي يا عم ابراهيم. شكرا. تسلم ايدك. تسلم يا عم ابراهيم. تمرني بحاجه ثانيه؟ تسلم يا عم ابراهيم. همشي بقى. الله يخليك. يعني افهم من كده يا ماركو ان الشك في امور ربنا ده بقى مش هفضل اقول ده شيء من عمل الشيطان يعني؟ لا طبعا، واحنا ما عندناش مشكله ان احنا نشك لان احنا واثقين من الايمان اللي احنا بنتبعه. امتى تخاف انك تشك في الحاجه؟ لو الحاجه دي انت مش متاكد ان هي حقيقيه. لكن خليني اديك مثال، لو ابنك الصغير رجع من المدرسه في يوم وقال لك انا شاكك ان الارض كرويه زي ما بيقولوا لنا، هل انت هتزعق له وتقول له اوعى تشك في ده، ولا هتقول له حبيبي دور واسال واعمل كل اللي تقدر عليه عشان تتاكد، لانك في النهايه متاكد ان اللي هيوصل له هو ان الارض كرويه؟ معلش برضه يا ماركو، يعني برضه ليه طيب المسيح بقى كان بيزعل من التلاميذ لما كانوا مثلا بيظهروا عدم ايمانهم؟
او مثلا كان بيلومهم كمان زي مثلا ما عمل مع بطرس وراح قايل له يا قليل الايمان لماذا شككت. هقول لك على حاجه يا منى، في فرق بين اني ابقى محتاج ادله منطقيه علشان اقتنع بحاجه عقليا يعني، وفي فرق بين اني اشك في ايمان ومحبه الله وصلاحه من ناحيتي. تمام، انا لما اكون ابن لله واشك في محبته وصلاحه فرق كبير قوي عندي، وان اني اشك في حاجه منطقيه محتاجه ادله. فاهم قصدي؟ انا لما ببص للصليب بشوف ان الله اظهر ليا قمه محبته وقمه صلاحه وبمشي معاه في علاقه، ولما بعد كده بشك في المحبه دي وفي الصلاح انا مش محتاج ادله، انا عندي الادله الكافيه وعندي اعظم دليل في الصليب. ده الشكل اللي ممكن يزعل. يعني انت كده ماركو قصدك ان انا لما يكون في علاقه ما بيني وما بين الله كده سنين كتيره وارجع اشك فيه كده انا بدعي. طبعا يا بوجي، اذا كنت انا نفسي يعني مع ولادي، بلاش ربنا، انا مع ولادي لما ببقى بظهر لهم مع الوقت حب واهتمام وخوف عليهم وحرص، وفجاه يجي ابني مثلا في اي موقف صغير يقول لي يا بابا انت ليه سبتني، انت ليه ما كنتش معايا، انا بتضايق منه بقول له انت ليه حبيبي، يعني ليه فقدت الثقه فيا، ليه مش واثق ان انا معاك وخايف عليك. مش حد بقى ربنا معانا الكل اللي بيعمله معانا ده. صح بالظبط كده يا جماعه، زي ما انتوا قلتوا. يبقى في فرق ما بين نوعين من الشك، في شك فكري ان انا عندي مشكله في حاجه مش قادر اقتنع بيها فكريا وعايز ادله كافيه تخليني اقدر اقتنع، والشك دوت انا ما اعتقدش ان ربنا بيتضايق منه، بالعكس هو بيشجعه. والمسيحيه على فكره هي الديانه الوحيده اللي يعني ممكن نتاكد من صحتها بحدث تاريخي حصل في الزمان والمكان اللي هو صليب المسيح وقيامته، فالمسيحيه كلها بتقوم على حدث ممكن اتاكد منه بدلائل منطقيه. لكن في نوع تاني من الشك، هو اني اشك في صلاح الله وفي محبته ليا بعد ما انا عرفت ان هو موجود وتاكدت من دوت بدلائل كتير ومشيت معاه سنين في العلاقه زي ما كنت بتقول يا بوجي، ورجعت تاني اشك في محبته وصلاحه. وعلى فكره ده اللي الشيطان بيحاول دايما يعمله، وده اللي عمله الشيطان مع ادم ومع حواء زمان، انه حاول يشككهم في صلاح الله. الشك ده علاجه ان انا افتكر الله عمل معايا ايه واني انا اثبت فيه اكتر في العلاقه. انما النوع الاولاني مفيش منه مشكله، ولو فعلا احنا مؤمنين ان المسيح هو الحق يبقى اللي بيشك هيوصل. تمام ماشي. طب يا جماعه انا هقوم بقى، انا هقوم غير الجلابيه دي عشان شاكك انها ريحتها توم. او ده شك غير صحي بقى يا عم، قوم وريح امي بقى، روح بقى، ربنا يهون الايام دي على خير والتصوير. يا ساتر، ده احنا خلصنا من عماد ده. ابويا عم ابراهيم في الكواليس، ولا امر واقع ولا حاجه يا استاذ شادي، انا عملت كل حاجه زي ما انت طلبت بالظبط. ما بيقعد شويه وقت انت معاهم عليهم عليهم. عيب بصراحه يعني يا استاذ شادي، ده 10 سكتش عامله معايا. تكريم ايه ودرع ايه، انا بتكلم في ايه وحضرتك بتتكلم في ايه؟ وقعت قلبي. لا لا طالما اطمني يا ريم، قول يا اخويا واتغزى. انت بسبب عدم ايمانك ده عايزه تلبسيني في اي شغلانه وخلاص. لا ما هو انا ناقصه كلام الدروشه بتاع حضرتك ده. انا راجل البيت هام. الله، ما تكسفنيش قدام مراتي عشان خاطري. يا رساله العجيبه دي، ده غراب ولا انا اتجننت؟ خلاص 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 يا عم، عرفت انك غراب. اللحمه دخلت بيتنا يا ريم، اللحمه دخلت بيتنا يا ريم. لحمه يا ريحه دي حقيقيه؟ جايز اجيب لك لحوم زي ايليا، انت تكون نباتي مش بتحب اللحوم. عارف حظ، انا يوم ما اطلع لي غراب اطلع لي غراب عبيط. لا 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 لا، ريش ريش، جبت الاكل ده كله منين؟ انت هتفضلي مش مصدقه لحد امتى؟ بصي بصي، ده ما سابش حاجه، سلطات، ده في مناديل يا ريم. اتفضل. منيو ايه النهارده؟ بسم الله. يا عم بس بريشك ده عمال، ده في التمثيل بس يا موني، لكن انا في الحقيقه فلاح ابن فلاح كده. برضه ما حدش وضح السؤال بتاعي، انا كده محتاج ربنا. طب ما في ناس كتيره جدا ما تعرفش ربنا اصلا، وبصراحه ناجحه يعني وعامله شغل عالي جدا.